مرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. امبارح مجلس النواب وافق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة السنة المالية الجديدة 2022 و2023 بقيمة 3 تريليون و66 مليار جنيه مصري، بزيادة حوالي تبقى 24.6 عن الموازنة السنة اللي فاتت. عشان كده مخصصات الصحة وصلت لحوالي 310 مليار جنيه بزيادة 34 مليار و400 مليون عن السنة اللي احنا فيها دلوقتي. كمان التعليم قبل الجامعي مخصصاته وصلت ل 317 مليار جنيه. خلونا ناخد قراءة في الموازنة الجديدة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ بسام. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا سيد النائب، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. احنا حابين نتكلم مع حضرتك عن اهم بنود في الموازنة الجديدة. بنتكلم على زيادة حوالي 24.6% عن الموازنة السنة اللي فاتت في الوقت اللي الدول كلها حول العالم بتحاول ان هي تقلل في الموازنة، عشان طبعا اللي بيحصل في اقتصاديات العالم والأزمة الاقتصادية اللي بيواجهها العالم دلوقتي. حابين بحضرتك تفصص لنا كده الأرقام دي وإيه اللي حصل وتفهمنا. خلينا نتفق في الأول يا أستاذة بسنت إن الموازنة السنة دي في ظروف مختلفة عن أي ظروف تاني. يعني في أرقام وفي ظروف. الظروف اللي بتحكم الموازنة، الموازنة عادة بيتم بداية إعدادها من شهر نوفمبر من كل عام، بيتم مناقشتها على مستوى المحافظات والوزارات والهيئات، ثم يتم مناقشتها مع وزارة التخطيط ووزارة المالية إلى أن تقدم لمجلس النواب حسب الميعاد الدستوري والقانوني في 31 مارس. الحكومة المصرية كانت ماشية بشكل طبيعي في إعداد الموازنة في ظل ظروف عادية، ظروف كورونا فقط، إلى أن العالم كله فوجئ بالحرب الروسية الأوكرانية. ده طبعا كان متغير يعني مهم للغاية وليه أثر كبير على الأرقام وليه أثر على الظروف الاقتصادية والمالية، لأن طبعا إحنا كدولة إحنا جزء من العالم، ما إحناش منفصلين عن العالم، فأي انعكاسات على المستوى العالمي بيكون لها انعكاسات على المستوى القومي والمستوى المحلي داخل مصر، وده بيأثر على الأرقام. ليه؟ إحنا مثلا بنستورد يعني البترول حوالي 120 مليون بترول سنويا. كنا بنستورد سعر البترول كان مثلا من 60 ل 65 دولار سعر البرميل. النهارده ب 120، فعمل معايا مضاعفه من 7 مليار وشويه ل 14 مليار وشويه. القمح نفس القصه. احنا بنتكلم على البترول لوحده، ده يعني حاجه العالم كله واقف عندها الى الان. الى الان احنا مش عارفين ظروف الحرب ايه، هتمتد لايه، مداها الجغرافي، مداها الزمني، لكن احنا بنتكلم الى الان يعني فرق معانا في الموازنه حوالي 7 مليار ونص، ده في بند في البترول. بند نفس القصه مثلا في القمح. القمح كنا احنا بنستورد 12 مليون طن قمح سنويا، 6 للحكومه و6 للقطاع الخاص. كان بيتم استيراد وكان سعر الطن القمح من 200 ل 250 دولار، النهارده بنتكلم في 500 دولار، يعني عندي فاتوره مضاعفه، فرقت معايا حوالي 3 مليار او 3.5 مليار. فاللي انا عايز اقوله ان الحرب الروسيه الاوكرانيه ليها تاثيرات على اسعار المواد البتروليه، على اسعار المواد الغذائيه، على سلاسل الشحن، على سعر العمله، تكلفه الاقراض نفسها هتتغير، الفوائد هتتغير. كل ده يعني خلى الحكومه المصريه اعادت النظر تاني في الموازنه اللي احنا كنا بنعدها. حضرتك بتكلمي لازم طبعا الموازنه ترتفع في ظل الظروف دي، يعني هتقشف ازاي وانا عندي بنود وحاجات اساسيه لازم التزم بيها. النفقات زادت. الاجور هتكلم مثلا الاجور كانت في الموازنه السابقه 361 مليار. السنه دي في الموازنه 22-23 400 مليار. عندي زياده 40 مليار في بند الاجور. الحاجه الثانيه الاستثمار. الاستثمار كان 355 مليار، 358 أصبح 377. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كان 321 مليار هيكون 355 مليار. القروض، سداد القروض كنا بنسدد 579 مليار. السنة دي في الموازنة كنا بنسدد في سداد القروض كان 593
اصبح 965، الفوائد كانت 579 اصبحت 690. كل البنود ده والفرق الكبير ده لازم يعمل رقم ولازم يعمل نمو في ارقام الموازنه. هي الفائده دي بتبقى على القروض اللي فاتت كمان؟ الفائده على القروض اللي فاتت احنا عندنا يعني الزياده قصدي يعني عندنا لا ده دي الفوائد على القروض اللي فاتت احنا ملتزمين سنويا بسداد اقساط قروض وسداد فوائد قروض. والحمد لله عشان الناس يعني بتتكلم في القروض، احنا القروض بتحكم عده عوامل. اولا انا ملتزم بالسداد ولا لا؟ الحمد لله الدوله المصريه لم تتخلف ابدا عن سداد اي قسط من اقساط القروض او اي فايده من الفوائد. ده رقم واحد. القروض هل انا في حاجه للقروض؟ في حاجه للقروض، لان اي مشروعات محتاجه تمويل، ما فيش دوله في العالم مظبوط ما بتقترضش. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا النهارده بعمل مشروعات. المشروعات يعني فرص عمل، المشروعات يعني نسب تشغيل، المشروعات يعني تقليل بطاله، المشروعات يعني انا بقدم خدمات. فما ينفعش كان يعني عائد وايرادات، ودي نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها برضو. عائد وايرادات وخدمات. ايراداتنا زادت؟ ايراداتنا طبعا متوقع انها تزيد السنه دي. يعني مثلا هتكلم في بند الضرائب. الضرائب كانت في الموازنه الحاليه كانت 983 مليار، في معدل نمو فيها حوالي 24%، متوقع توصل لتريليون 169. هنا في سؤال، طب هل الحكومه هتفرض ضرائب جديده او هترفع اسعار الضرائب على المواطن؟ انا بقول لا، لا في فرض ضرائب جديده ولا في رفع اسعار. لكن القصه في ايه؟ القصه ان في مجموعه من التشريعات ومجموعه من الاجراءات والقرارات الحكوميه اللي بتنمي عمليه الايرادات في الضرائب، ما كانت الضرائب زي ما احنا بنشوف تطوير منظومه الضرائب، الفاتوره الالكترونيه، الحصر الصحيح، الضرائب، تحصيل الضرائب على التجاره الالكترونيه، ده ما كانش موجود. فاحنا النهارده بنستحدث يعني. لا بالنسبه للضرائب احنا هتنمو ازاي؟ هتنمو مش من خلال رفع اسعار ولا من خلال فرض ضرائب جديده، لكن من خلال تنظيم العمليه، حوكمه منظومه الضرائب، تطوير منظومه الضرائب. التجاره الالكترونيه ما كانتش خاضعه للضرائب. صحيح. اللي في تهرب في الضرائب بنسبه كبيره، النهارده الفاتوره الالكترونيه وتطوير منظومه الضرائب ده هينمي الضرائب. هنيجي نتكلم في حاجه ثانيه. أنا كان عندي في 30/6/21 270 مليار جنيه ضرائب مستحقة. منها 105 مليار ضرائب غير متنازع عليها و29 مليار ضرائب يصعب تحصيلها. طيب لازم مصلحة الضرائب ولازم الحكومة ولازم الدولة ولازم مجلس النواب ياخد خطوة عشان نحصل المبالغ دي، المبالغ دي مبالغ ضخمة. فطبعا اتجهت الحكومة الفترات اللي فاتت عملت لجان فض المنازعات الضريبيه والتسويات الضريبيه. احنا امبارح كنا في لجنه الخطه والموازنه. طب هل دي حوكمه الضرائب عشان بس الناس عايزه تفهم؟ طبعا ده معنى حوكمه الضرائب. طبعا حوكمه الضرائب ان انا يعني بعمل اجراءات رقابيه في التحصيل، محدش يتهرب، محدش ما يدفعش. فانا الفاتوره الالكترونيه، الميكانه الضرائب، ده اول اساس الحوكمه، ان انا يبقى عندي قواعد بيانات صحيحه واجراءات صحيحه للتحصيل. لما اجي انا كحكومه اسعى ان انا اسهل للممول ان هو يسدد. انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد ان في 270 مليار كانت مستحقه في 30/6/21. طيب الحكومه بتعمل ايه؟ الحكومه بدات تسهل للممول. امبارح انا بقول لحضرتك امبارح كنا في لجنه الخطه والموازنه بنناقش مشروع قانون مقدم من الحكومه. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان اللي يدفع اصل الدين بتاعه قبل 15/7 هنسقط له 50% من كل الفوائد والغرامات اللي عليه و50% التاني نقسطها. وانا شخصيا وبعض الزملاء في اللجنه كان لنا مقترح ولسه هنناقشه في الجلسه العامه للمجلس لما يطرح مشروع القانون، ان لا ممكن نوصل ل 100%. يعني احنا بنطالب لده سدد اصل جداً. الدين يعني انا شخصيا ومجموعه من الزملاء متبنيين ده ان انت ادفع اصل الدين ونتجاوز عن الغرامات والفوائد. ده لسه هنطرحه في الجلسه العامه. ده بيساعد على ايه؟ ده بيساعد على اني بيحصل لي فلوس ويحصل لي متاخرات كانت موجوده عند الممولين، وفي نفس الوقت بيسهل على الممولين لان الظروف الاقتصاديه اللي حصلانه اللي مأثره على الصناعه اللي مأثره على التجاره، واحنا شايفين يعني الدوله بتاخد اجراءات وقرارات عشان تساعد المصنعين، الصناعه، دعم الصناعه. الدوله هتتحمل عن الصناع دعم الكهرباء داخل في حوالي 6 مليار، هتتحمل في دعم للصادرات حوالي 6 مليار. فكل الإجراءات اللي تساعد الممول المصري
سواء كان صانع او تاجر او غيره، الحكومه بتاخد اجراءات عشان تساعده ان هو يعني يمارس عمله ويمارس شغله وفي نفس الوقت يسدد مستحقات الدوله. ده عظيم جدا. طيب نيجي نتكلم عن قطاع، وهو قطاع مهم جدا، قطاع الصحه. قطاع الصحه فيه اهتمام كبير جدا في الموازنه، وفي مخصصات زادت على ما اعتقد من السنه اللي فاتت للسنه دي. سبب الزياده وكيف سيتم توظيف هذه المخصصات؟ بص يا استاذ محمد، احنا الموازنه عموما يعني فيها استحقاقات دستوريه. استحقاقات دستوريه متعلقه بالصحه والتعليم والبحث العلمي. لما نيجي نشوف ده، هل الموازنه السنه دي حققت الاستحقاقات الدستوريه دي ولا لا؟ لا حققتها. 865 مليار جنيه في الموازنه ال 22-23 للصحه والبحث العلمي والتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي 479 مليار، الصحه 310 مليار، البحث العلمي 79 مليار. الصحه في اهتمام، احنا كلنا شايفين المبادرات اللي بتتم من خلال وزاره الصحه، التطوير اللي بيحدث في المستشفيات على مستوى الجمهوريه، سواء انشاء مستشفيات وحدات صحيه من خلال مبادره حياه كريمه او من خلال المبادرات الاخرى. فكلنا شايفين ده، شايفين الدعم اللي بيحصل. انا عندي الناس مثلا عندي 7 مليار دعم للعلاج على نفقه الدوله. عندي دعم للتامين الصحي، عندي دعم للطلاب، للتامين الصحي الطلاب، تامين صحي طلاب، تامين صحي غير قادرين، تامين صحي للمراه المعيله، دعم لبن الاطفال ب 2 مليار، نفقه الدوله 7 مليار. كل ده بيدخل مثلا في دعم الصحه، ده بيدخل في رقم مثلا ممكن يوصل ل 20 مليار ده وحده، غير الانشاءات. لما نتكلم عن المستلزمات والادوات او الكلام ده كله، ففي اهتمام كبير من الدوله بالصحه، وعشان كده احنا بنشوف التطور اللي بيحصل في الارقام. الدوله بتستهدف ان هي تحقق خدمه افضل، تستهدف ان هي ترتقي افضل بالخدمات الصحيه اللي بتقدمها للمواطن. لكن في خدمات، في تطوير، وده بتعكسه الارقام اللي موجوده معانا. ويعني احنا كنا حريصين في مجلس النواب، في لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب، على تحقيق الموازنه للنسب الدستوريه. زي ما قلت لحضرتك، الصحه وصلت حوالي 310 مليار في الموازنه الجديده. وفي حاجه تاني كمان، احنا عندنا رقم مهم الناس مش واخده بالها منه. احنا عندنا 130 مليار، كانت في توجيهات من السيد الرئيس ان يكون في احتياطي. كنت لسه هسأل حضرتك السؤال ده، مهم جدا فعلا، انه لو في بند مثلا للحالات الطارئه اللي بتحصل زي ما جات لنا كورونا من ولا حاجه، او الازمه الروسيه الاوكرانيه، فهل في فعلا حاجه كده؟ طبعا. السنه اللي فاتت، الموازنه اللي فاتت الحاليه اللي هي هتنتهي في 30/6 ده، كان الاحتياطي 106 مليار. الموازنه الجايه 130 مليار. يعني السيد الرئيس وجه بزياده الاحتياطي. ليه؟ انا عندي مثلا هيضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة. تكافل وكرامة كانت عندي 19 مليار، صدرت توجيهات رئيسية بضم أسر جديدة حوالي 450 ألف، هيوصل حوالي 4 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة. دي هتزود معايا، عايزة 3 مليار هناخدهم من الاحتياطي. عندي مثلا دعم، وممكن اي حاجه تطرأ زي مثلا ازمه كورونا زي بتحتاج. يعني الرقم ده احتياطي للازمات الطارئه؟ ال 130 مليار ده تحت بند ايه؟ ال 130 مليار ده احتياطي لاي حاجه بتحتاجها الصحه، بتحتاجها التضامن، بتحتاجها اي مشروعات او اي حدث. هو ده بند لوحده او اي حدث مهم في 130 مليار ده. ده بعيد عن الموزع على البنود والابواب في عظيم. المصروفات ده بيتاخد منه لدعم اي قطاع. زاد عن الموازنه بتاعت السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت كان 106 مليار، السنه دي 130 مليار، في زياده 24 مليار في الاحتياطي. وعلى الرغم من ده، نقدر برضو نقول ان الموازنه السابقه قدرت ان هي تصمد في ظل التداعيات والتطورات اللي حصلت في العالم. بص يا استاذ محمد، يعني انا شخصيا بأقدر تماما المجهود اللي يعني قامت بيه الدوله المصريه. احنا طلعنا السنوات السابقه كلها ازمات، طلعنا من حكم الاخوان، الوضع المالي والاقتصادي متردي، الخدمات متراجعه، الايرادات متراجعه، الاقتصاد غير مستقر، الوضع المالي غير مستقر، ما فيش استقرار نهائي. الحمد لله نتيجه برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي وجه بيه السيد الرئيس ونفذته الحكومه المصريه، واستحمله الشعب المصري، كان دوره مهم جدا في ان هو اتحمل معانا كدوله
وكحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعبرنا وحققنا مراكز متقدمة يعني بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية. يا دوب احنا بدأنا جت أزمة كورونا وتأثيرها على العالم كله، واحنا زي ما قلت في البداية ان احنا في مصر جزء من العالم، بنتأثر بشكل مباشر طبعاً. او بشكل غير مباشر. استطاعت الدولة المصرية، كان الكلام لا مصر مش هتستحمل ده، في المصانع هتقفل، ده مش عارف ايه، المشروعات هتقف، لا احنا كلنا شفنا ان الدنيا ماشية كويسة يعني بشكل كويس جدا، واستطعنا ان نعبر من الأزمة دي. براهن على مجهود الحكومة المصرية، طبعا حكمة وحسن إدارة وقدرة السيد الرئيس وتوجيهاته للحكومة على اتخاذ بعض القرارات زي ما بنتكلم في الاحتياطي مثلا، ومجموعة من القرارات والتوجيهات مع مجهود من الحكومة المصرية، إن شاء الله يعني زي ما استطعنا ان احنا نعبر الأزمة إن شاء الله فيما بعد الإخوان، ونعبر الأزمة بتاعت كورونا إن شاء الله، يعني هنستطيع أن نواجه التداعيات الحالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. سيادة النائب، اعتمادات السلع والخدمات بلغت قد إيه في الموازنة دي؟ مهمة قوي كمان نعرفها. السلع والخدمات يا أستاذة بسنت كانت في الموازنة دي كانت 104 مليار، الموازنة الحالية هتصبح 136 مليار. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زي ما اتكلمت كانت 321 أصبحت 355. حيازة الأصول المالية كانت 30 أصبحت 30 برضه مستقرة زي ما هي، ودي عبارة عن المنح والدعم التي تدفعه الدولة للهيئات الاقتصادية والشركات. لكن السلع والخدمات من 104 ارتفعت ل 136. طيب عظيم، نيجي نتكلم بقى عن مخصصات قطاع الاستثمار في الموازنة الجديدة يا فندم. الاستثمار يا أستاذ محمد كان 358 أصبح 377، يعني في زيادة في الاستثمار حوالي 22 حوالي 19 مليار 19 مليار من 358 ل 377، وده رقم مش قليل. يعني مفترض زي ما انتوا بدأتوا في الحلقة بتقولوا ان الدول بتخفض من ميزانياتها او بتخفض من الاستثمارات، وفي بعض الأصوات اللي بتنادي بوقف المشروعات. زانها يعني هوقف المشروعات، يعني مشروع قومي زي حياة كريمة ده حلم للشعب المصري كله، وبدأ وهو يعني اللي بيحقق فعلا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في مياه نظيفة، الحق في أي معيشة، أي صحيح. حياة معيشية. إزاي نوقفه؟ كانت في توجيهات رئيسية أنه يستمر. المشروعات القومية الكبرى، المشروعات القومية زي ما احنا اتكلمنا، أنا النهاردة لما بشتغل لازم أشتغل لأن برفع نسب التشغيل وبرفع معدلات النمو الاقتصادي، معدل النمو الاقتصادي مرتبط بتشغيل، تشغيل مرتبط بفرص عمل، مرتبط صحيح. بتقليل فرص بطالة، كل ده مرتبط بالاستثمار، إنتاج مرتبط بالاستثمار. فالاستثمار في يعني عكس ما الناس بتطالب، يعني مش أنا أقلل من الاستثمار ده، أنا مفروض إن أنا أرفع من معدلات التشغيل ومن معدلات الاستثمار. عشان كده احنا شايفين الاستثمارات هتزيد من 358 ل 377 في الموازنه الجديده، واحنا شايفين المشروعات يعني شغاله بشكل كويس وبنسب كويسه، ووزاره التخطيط مع الوزارات الاخرى يعني بامانه شديده يعني عامله دور كويس في تحقيق الاستثمارات. يعني عظيم جدا، ومهم ان الناس تفهم احنا لو وقفنا الاستثمارات الناس اللي شغاله في هذه المشروعات مفيش فرص عمل، هتقعد في البيت طبعا، ودي هتنخفض معدل النمو الاقتصادي، مفيش فرص عمل، زود معدل هتزيد مظبوط. يعني فلازم يعني الناس تاخد بالها من ده، حكايه وقف المشروعات لا، وقف المشروعات هيعود بضرر اكبر على الدولة وعلى المواطن بشكل مباشر. صحيح، لسه عندنا أمور كتير كمان يا سيادة النائب عايزين نتكلم عنها، ونوضح كمان دعم برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، لكن هستأذن سيادتك نروح لفاصل. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرتنا. نرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ولسه مستمرين مع سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومكملين كلام عن الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023. وكنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن يمكن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حابين نعرف هي قد إيه في الموازنة السنة دي. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كانت في الموازنة الحالية 321 مليار، ارتفعت في الموازنة القادمة 22-23 ل 355 مليار.
لما نيجي نتكلم عن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لازم نعرف ان في حاجة اسمها دعم سلعي، وده ب 121 مليار، كان 109 اصبح 121 مليار. دعم والمنح للخدمات الاجتماعية 181 مليار، دعم والمنح لمجالات التنمية 5.7 من 10 مليار، ودعم الأنشطة الاقتصادية 12 مليار، ودعم لاحتياطات ودعم الجهات أخرى حوالي 35 مليار، بجملة 355 مليار. نيجي نتكلم عن مثلا دعم السلع التموينية. دعم السلع التموينية عندي في الموازنة الجديدة حوالي 90 مليار. دعم السلع التموينية عندي كميات قمح زي ما احنا اتكلمنا بيتم استيرادها، عندي دعم رغيف العيش، عندي دعم مواد غذائية، ده الجملة بتاعته في الموازنة الجديدة 90 مليار، كان في الموازنة السابقة حوالي 87 مليار. في طبعا زيادة حوالي 3 مليار لأن أنا عندي فرق على طول في سعر استيراد القمح زي ما تحدثت قبل كده حوالي 3 مليار. فارتفع من 87 مليار إلى 90 مليار. نيجي نتكلم عن دعم الصحة زي ما كنا بنسأل. في مخصصات لدعم التأمين الصحي 1.8 من 10 مليار. في دعم التأمين الصحي على الطلاب 348 مليون. في دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة 93 مليون. في دعم التأمين الصحي على الأطفال اللي هم قبل سن المدارس دول 210 مليون. في دعم التأمين الصحي الشامل اللي هو الغير القادرين 864 مليون. خد بالك يا استاذ محمد استاذ بسنت احنا كل ده بنتكلم في دعم مثلا الصحه. في 7 مليار زي انا تكلمت مثلا دول لنفقه الدوله للعلاج على نفقه الدوله، في 7 مليار، في 2 مليار لدعم البان الاطفال، 2 مليار لدعم البان الاطفال. نيجي نتكلم عن نوع تاني من الدعم، مثلا في دعم للغاز الطبيعي. في الناس بتسال طب هو لسه الغاز الطبيعي والتكلفه في دعم؟ في دعم حوالي 3.5 مليار عشان في برنامج اللي عاملاه الدوله توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. فعندي دعم ليه حوالي 3.5 مليار. في احلال وتجديد السيارات اللي هو المشروع المركبات، في دعم من الدوله حوالي 494 مليون. يعني كل دي نوع من انواع الدعم. زي ما اتكلمنا مثلا في دعم المعاشات بتاعت الدوله بتدعم المعاشات سنويا ب 190 مليار عشان تغطي المعاشات بتاعت المواطنين. كان في مستحقات لصندوق المعاشات قبل كده عند الدوله قبل 2010 والدوله عملت برنامج وتسددها لكن مش بيكفي القسط، فالدوله بتغطي باقي قيمه المعاشات ما بين النسب الاشتراكات اللي بتتحصل من الموظفين وما بين بتدفعه، دي وحدها 190 مليار. تكافل وكرامة 22 مليار. في تأمين صحي على الفلاحين في الموازنة الجديدة ب 100 مليون. في تأمين صحي لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي ب 200 مليون. عند مخصصات يعني الحماية الاجتماعية زي ما اتكلمت 22.2 مليار، منها 22 مليار للتكافل وكرامة، وفي إعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة 23 مليون، عندي معاش الطفل 55 مليون. دول جملتهم على بعض حوالي 22 مليار و2 من عشرة. ده كله في أوجه الدعم. هنيجي مثلا لمساهمة الدولة في المعاشات زي ما قلت 190 مليار، نفقة الدولة 7 مليار. كل ده في النهاية بيديني الرقم بتاع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. هل تعرف يا أستاذ محمد إن في دعم للقروض الميسرة؟ القروض الميسرة الدولة بتدعمها في الموازنة الجديدة ب 222 مليون. الإسكان الاجتماعي كم الدعم بتاعه؟ 5 مليار دعم من الدولة لبرامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة. الصادرات عشان أنشط الصادرات وأشجع على التصدير في دعم حوالي 6 مليار. 355 مليار لما الناس تسمعهم مش عارفه هم ايه، لا ده في دعم سلعي وفي دعم في مجال التنميه الاقتصاديه وفي دعم للخدمات الاجتماعيه وفي دعم في اوجه كتيره. ما زالت الدوله بتدعم المواطن في مجالات كتيره. والرقم والفرق باين من موازنة السنه اللي فاتت للسنه دي 321 مليار السنه اللي فاتت ل 355، في 34 مليار تم توجيهها لبرامج
الحمايه الاجتماعيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه في كل القطاعات زي ما حضرتك ذكرت. في كل القطاعات يعني في دعم السلعي وفي دعم المجال الخدمات الاجتماعيه وفي دعم مجالات التنميه الاقتصاديه يعني في اوجه عديده. يعني انا يعني بقول لحضرتك حتى الدعم في احلال مشروع مثلا احلال العربيات، حد يعرف ان في 494 مليون لهذا المشروع بس؟ يعني دعم لتنشيط الصادرات 6 مليار، دعم للاسكان الاجتماعي 5 مليار ودي ارقام، تكافل وكرامه ارتفعت من 19 ل 22 مليار. فالارقام دي كلها في الاخر بتديني 355 مليار وفرق عن الموازنه في العام الماضي ب 34 مليار. طب يا فندم احنا لو بنتكلم عن اجمالي بقى المصروفات نقدر نقول عليها قد ايه؟ لا اجمالي الاستخدامات كلها 3 تريليون، لكن اجمالي المصروفات بتزيد عن 2 تريليون. في بند يعني او 3 بنود بيمثلوا معظم المصروفات. لما نيجي نتكلم مثلا عن الاجور، الاجور 400 مليار بزياده 40 مليار عن العام الماضي. طيب هنيجي نسال، طب الاجور بترتفع؟ بترتفع لان في علاوات بتاخدها الموظفين، في تكلفه فرص عمل، ودي مهمه ان الناس تعرف الموازنه الجديده بتشمل تكلفه توفير فرص عمل جديده. عند مسابقه المعلمين، مسابقه المعلمين ده هيتم تعيين 150 الف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 الف معلم كل عام. تنظيم الاداره ووزاره التربيه والتعليم شغالين في المسابقه وهيعلن عنها قريبا جدا. في تعيين 30 الف معلم، في تعيين اطباء، في يعني في مخصصات في الموازنه الجديده لتعيين 30000 معلم. 30000 معلم وفي تعيين 30000 تاني ما بين اطباء وما بين صيادله وما بين مجالات عديده مختلفه. فده طبعا جاي في بند الاجور، بند الاجور وحده 400 مليار يعني من 2 تريليون، فده رقم. يعني اجمالا يا سياده النائب في 60000 مواطن الموازنه بتكفل ليهم ان هم هيتعينوا السنه دي؟ دي تعيينات مباشره. دي تعيينات مباشره بمسابقات. يعني احنا شايفين المسابقات شغاله، تنظيم الاداره بيعمل مسابقه عن مهندسين في الري، الاواف بتعلن عن مسابقه، الضرايب اعلنت عن مسابقه وكانت شغاله فيها. في 30000 معلم، في صيادله، تكليف صيادله. يعني وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة كان معنا في اجتماع في لجنة الصحة الأسبوع الماضي وتحدث عن تكليف دفعة جديدة من الصيادلة. في تكليف أطباء وفي مجالات تانية الناس بتحتاج يعني أو الجهات بتحتاج فيها عجز في الموظفين، فبتعرض وبيتم الموافقة ليها من مجلس الوزراء وبيتم العرض على السيد الرئيس. مسابقات وبيتعينوا بالحد الأدنى للأجور بالظبط. فيعني الأجور مثلا بند أو رقم مهم في المصروفات زي ما اتكلمنا عن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه، رقم كبير. صحيح. فوائد القروض رقم كبير. الثلاث ارقام دول لوحدهم بيمثلوا يعني الفوائد مع الاجور مع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه، دول بيمثلوا حوالي 50% من نسبه المصروفات في المصرف. عظيم. طيب اتكلمنا واحنا دلوقتي بنتكلم عن دعم او توظيف 30000 مدرس في الموازنه الجديده، عايزين نتكلم على بقى قطاع التعليم بشكل عام، مخصصات قطاع التعليم ما قبل الجميع في الموازنه الجديده، وازاي هيتم توظيف هذه الاموال؟ مخصصات التعليم يا استاذ محمد ما قبل الجامعي والجامعي 479 مليار. 479 مليار، احنا شايفين ان التعليم ما قبل الجامعي، شايفين اتجاه الوزاره لعمليات التطوير وعمليات الفصول الذكيه، يعني في مشروع انشاء فصول ذكيه ده بمليارات مقسم على عدد من السنوات، يعني في الموازنه الواحده حوالي 2 مليار للفصول الذكيه، التابلت، مشروع التطوير احلال وتجديد المدارس اللي بيحصل وانشاء مدارس جديده وصيانه المدارس من مبادره حياه كريمه، ده متوسع جدا في كل القرى المصريه. ففي مصروف عندي على الانشاءات والاحلال وتجديد، وفي مصروف على تطوير المناهج، وفي مصروف على تعيين ما هو داخل من ضمن مثلا تكلفه التعليم اللي هو تكلفه تعيين المعلمين. ده بيسمع معايا في الاجور وبيسمع معايا في موازنه التربيه والتعليم. التعليم الجامعي احنا شايفين الجامعات اللي بتنشا، الجامعات الاهليه كان في قرار بانشاء 16 جامعه اهليه، انشا منهم بالفعل 4، وفي السنه دي مفترض في الموازنه الجديده مفترض ان هيدخل عدد تاني من الجامعات الاهليه. شايفين التوسع اللي بيحصل
في الجامعات نفسها. يعني النهاردة تقريبا كل محافظة في مصر أصبح فيها جامعة عادية، في 16 جامعة أهلية، ده غير الجامعات الخاصة مثلا عشرات الجامعات الخاصة. شايفين اللي بيحصل من تطوير وتوسع في إنشاء الكليات داخل الجامعات نفسها. يعني أنا هدي مثلا عندي في سوهاج مثلا في جامعة سوهاج، في جامعة سوهاج الجديدة كل يوم شايفين في كلية جديدة بتنشأ، كل يوم شايفين في إضافة للجامعة، وده موجود على فعل على فكرة في كل الجامعات المصرية. شايفين الاتجاه نحو الكليات التكنولوجية صحيح المتطورة. النهاردة الدولة مش بتهتم بالتعليم العادي بس، لا ده الدولة اتجهت انها تهتم بالتطوير وان يكون في تعليم تكنولوجي موجود في كل الجامعات المصرية عشان تحسن من جودة يعني الخريج المصري. مش الفكرة ان احنا نخرج عدد كام، لكن الفكرة ان مستوى اللي بيتخرج ده ايه، مستوى العلمي ايه، مستوى المهني هيكون ايه. فده مهم جدا اللي هو التطور النوعي وليس التطور العددي في عدد الخريجين او عدد الجامعات. واعتقد ان النهارده بيتم انفاقه على الاتجاه في انشاء الجامعات الكليات التكنولوجيه والجامعات التكنولوجيه افضل كتير من اللي بيتم انفاقه على انشاء الجامعات العاديه والكليات العاديه. طب سيادة النائب، يعني مصر بتطمح ان يبقى في اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل في القريب العاجل، هل في دعم القطاعات او دعم للمزارعين كمان في الموازنه الجديده؟ طبعا زي ما احنا اتكلمنا ان في دعم للمزارعين، وفي يعني زياده في اسعار السلع اللي بتاخدها الدوله من المزارعين. النهارده يعني عايزين نطمن، يعني حسب ما وردنا من معلومات من الجهات المعنيه، يعني كان مستهدف مثلا توريد 5 مليون طن قمح، وصلنا لحوالي 4 مليون، عدينا 4 مليون ولسه التوريد شغال. عظيم جدا. في توجهات زي ما احنا شايفين كلنا توجهات رئاسيه ومشروعات زراعيه بتتم على اعلى مستوى في كل يعني الرقعة المصريه في كل المحافظات. دي حاجه تطمن طبعا. في مشروعات زراعيه كويسه جدا. الانفاق على المشروعات دي هيؤدي ان يكون عندنا انتاج زراعي كويس، يعني ومستهدفين ان احنا نحقق اكتفاء ذاتي، بس ده هيحصل طبعا على مراحل، لان النهارده مش في يوم وليله. احنا بدانا وده المهم بالظبط، ان احنا بدانا كل سنه بنضيف، كل شهر بنضيف. النهارده يوميا احنا بنشوف مع حضراتكم يعني افتتاح مشروعات جديده، مشروعات زراعيه ضخمه ومؤثره ومهمه. ففي اتجاه من الدوله المصريه في توجهات رئيسيه بحاجتين ودول مهمين جدا، اللي هو الزراعه والصناعه. لاني انا شايف ان دول يعني مفتاحين اساسيين ومهمين جدا في الحل، يعني في تحسين الاوضاع الاقتصاديه ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي مهم جدا ان ندعم الصناع والزراع بكل تاكيد. طيب عايزين نظره سريعه على اللي حصل في الموازنه السنه دي، في ظل ان في دول زي ما كنا بنتكلم عندها تقشف في الموازنه الجديده بتاعتها، او دول بدات تقلص من اوجه الانفاق. احنا عندنا زياده في اوجه الانفاق، عندنا زياده في الايرادات، عندنا وضع مختلف، وعندنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي دعم كل قطاع، مخصصات كل قطاع من هذه القطاعات، بنتكلم في مليارات يا سياده النائب. ده بيشير لايه؟ بص يا استاذ محمد، ده بيشير ان في الحمد لله استقرار مالي واقتصادي. يعني ما زلنا في سياسة مالية فعالة. ما زالت الدولة المصرية والحكومة المصرية لديها القدرة على تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي بقدر كبير في ظل ما يعني نراه من أحداث ومن تأثيرات. يعني المشهد الاقتصادي والمالي مرتبك على مستوى العالم. يعني خلينا نتفق على ده، من أزمات ارتفاع معدلات التضخم، أزمات كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، ده عاملة مشهد مرتبك في الوضع المالي والاقتصادي على مستوى العالم، وفي دول أقوى وأكبر اقتصاديا من مصر. لكن احنا الحمد لله ما زلنا الدولة المصرية والحكومة المصرية لديها قدرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. ده رقم واحد. رقم اتنين اللي أنا عايز أتكلم فيه برضو بنظرة عامة، إن الموازنة لما تم إعدادها تم يعني اتخاذ تدابير احترازية شديدة عشان خاطر ايه نستطيع ان احنا نحقق ما جاء في الموازنه من ارقام، ونستمر في السيطره على الاوضاع وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وده مرتبط بشكل كبير بالاحتياطي اللي اتكلمنا عليه، ان عندك احتياطي 130 مليار، ده خارج الارقام كلها اللي احنا اتكلمنا فيها.
ده لمواجهة أي تداعيات. ده يخلي الناس تطمن؟ وطبعا الناس تطمن، ويعني إن شاء الله الأوضاع تستمر مستقرة وتبقى أفضل بإذن الله. يعني كل ما إحنا مدة الحرب الروسية الأوكرانية كل ما المدة بتقل وكل ما الأوضاع بتستقر، ده بيعود بشكل مباشر وشكل غير مباشر على الوضع الاقتصادي والمالي في العالم مصر. فإحنا طبعا إحنا جزء من العالم وبنتأثر يعني تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، لكن إحنا الحمد لله ما زال الوضع يعني مستقر، وما زالت الحكومة المصرية قادرة وتستطيع أن تحافظ على هذه المعدلات وهذه الأوضاع. وعلى فكرة ده كويس، يعني إحنا كنت بتتكلم حضرتك من شوية على معدلات النمو، كانت يعني 5.7 مستهدفين 5.5، دي أرقام مش بعيدة، وأرقام لما تقارنها مع معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي بدول أخرى وعلى مستوى العالم، لا نلاقي إن إحنا الوضع بتاعنا وضع مستقر ووضع متوسط ووضع كويس، ونطمح ان هو يكون احسن ان شاء الله. الحقيقه سياده النائب، اللي شاف او اللي متابع المشهد في العالم كله، اللي بيحصل في العالم كله، قادر ان هو يشوف ان اكبر دول العالم يعني للاسف ما عرفتش ان هي تتصدى ليمكن ازمات بتيجي ورا بعض زي ازمه كورونا، زي الازمه الروسيه الاوكرانيه، لكن شفنا حكمه في الحقيقه من الحكومه المصريه في التخطي لهذه الازمات واستقرار. وزي ما شفنا في الموازنه الجديده في كمان تصدي لمثل هذه الحاجات اللي ممكن تحصل طارئه برفع بند هنسميه بند الدعم او الطوارئ أو يعني اللي بيدعم مثل هذه الحالات. كل الشكر لحضرتك النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. أنا عايز أضيف حاجة مهمة جدا ودايما بيؤكد عليها الحكومة المصرية، اللي هو وجود السلعة. مهم جدا إن أنا أجد السلعة بالزبط. يعني سواء أدوية سواء أغذية، سواء وجود السلعة ده في حد ذاته عامل مهم مش موجود في دول كثيرة تانية. كل الشكر ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا استاذ محمد، شكرا يا استاذ بسام. شكرا لحضرتك يا فندم.